السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع فيه مزايا كتيرة جدا زي ما نشوف مع بعض. الموقع عبارة عن educational co-pilot. co-pilot يعني زي مساعد طيران، فهو هيساعدك ان يظبط لك كل الكورسات. هو بيقول لك هتلاقي تمبليت لكل حاجة انت ممكن تحتاجها لتحضير الدروس. كل عليك ان انت تكتب الحاجة اللي انت عايزها، وتكتب ليفل كام المستوى الدراسي اللي انت عايزه، وهو يبدأ يديك المنهج بالشكل ده. ده بس كده ايه، نبذة بسيطة، لكن هو امكانياته اكتر من كده بكتير. طيب خلينا نبدأ. تمام، تعال نشوف السعر وبعد كده ندخل على لوج ان اند ساين اب. الاسعار للمدرسين $9 في الشهر. هتشوف المزايا اللي هتستاهل ان شاء الله. ولو انت مدرسة عايزة يبقى ليها حساب كبير وكل المدرسين بتوعهم مرة واحدة، فتتواصل معاهم وياخد السعر افضل ان شاء الله. انا دخلت بحساب مجاني، ده الداشبورد اهوت. تمام، بيقول لي تدوس هنا عشان تدخل على الفيسبوك جروب. مش عايز انا ادخل على الفيسبوك جروب. طيب ليه ان انا اعمل كام تجربه؟ ليه 5 تجارب. طيب هدخل بقى على الورك شوب اللي هنا، بلاقي كل دي امكانيات. الموقع ده فيه الامكانيات دي كلها. ممكن تلاقي موقع فيه واحده او اثنين او ثلاثه، يعني في واحد بس بيعمل اسئله، في واحد بس بيعمل لسون بلانر، انما هنا في ادوات كتيرة جدا زي ما نشوف. طيب خلينا نجرب الاولاني. الاولاني ده بيحتوي على اكتر من واحد، يعني تقول له بقى انا عايز الليسون بلان، وعايز الباوربوينت، وعايز كونتكست بيلدر، وعايز ادوكيشنال هاند اوت. طيب انت هتدي محاضرة في ايه؟ مثلا في الارتفيشال انتليجنس. طيب انهي ليفل بقى؟ بتقول له مثلا ليفل 9 مثلا. عندك بقى من اول الحضانه لحد الجامعه. هيحط لك بقى الليسون بلان، ويعمل لك الباوربوينت، ويحط لك الكونتكست بيلدر، والادوكيشنال هاند اوت. كل ده في ثانيه، مجرد بس ان انت قلت له العنوان بتاع الدرس. هيبدا بقى يعمل لك الملفات كلها اهيت، بحيث ان انت تقدر تعمل لها داونلود وتفتحها وتشتغل بيها عادي خالص. طيب خلينا نفتح دوت، وده وده. او حط لك بقى الاهداف اللي انت عايزها، والماتيريال اللي انت ممكن تحتاجها، وكل الحاجات اللي كانك خلاص يعني بذلت جهد رهيب في تحضير المادة العلمية. طب الهاند اوت كفر ايه، والتعريف بتاعه، والامثله، وكل حاجه. اي موضوع انت بتختاره هو بيبقى يجهزه لك بالشكل الجميل دوت. ماشين ليرنينج وناتشورال لانجويج بروسيسنج اللي هو ال ان ال بي، الديب ليرنينج، رينفورسمنت ليرنينج، ناتشورال نتورك، الروبوتس، الكمبيوتر فيجن، اكسبيرت سيستم. كل الكلام ده شرحناه بالتفصيل في بمقرب. هنستنى عليه شوية، هيبدأ يعمل لك بقى الباوربوينت كمان. طيب عندنا برضو ان هو يعمل لنا اسئلة، بيقول لي اختار الاسم بتاع الكويز اهوت. بيقول لي بقى ايه انواع الاسئلة اللي انت عايزها، مثلا اختيارية. طيب هقول له مثلا ده الجراد ليفل مثلا 9. المواضيع بقى الشوت كفر ايه، الحاجات اللي لازم هو يتكلم فيها. مثلا تقول له لازم يتكلم في الديب ليرنينج مثلا. تمام، مثلا اهو. يلا بقى جهز الاسئله. الاسئله بعد كده ممكن تصدر الملف بي دي اف، او ممكن تعمل لها شير. جاب لك الاسئله وجاب لك الاختيارات، بس لما تصدره البي دي اف مش هيجيب لك اختيارات، على اساس ما حدش من الطلاب يغش يعني. تمام، لو في سؤال مش عاجبك ممكن تعمله ديليت، وممكن تعمله بقى ايه شير للاسئله ديت. هيبقى معموله بالاسئله ديت اهي. تمام، ممكن تصدرها للبي دي اف، ممكن تدخل من على الداشبورد. طيب تعال نشوف الاسئله عامله ازاي. ده ملف البي دي اف اهوت، مفهوش الإجابات.
الجزء اللي فوق اهو 5 اسئله ما فيهمش اجابات. تحت بقى بيقول لك الاجابات، انت هتدي لهم صفحه رقم 1 مش هتدي لهم صفحه رقم 2. تمام كده. طيب نرجع بقى للورك شوب. الليسون بلانر ده اللي احنا جبناه من هنا موجود هنا، مش محتاجين احنا نتكلم فيه تاني. الديكوشن هاند اوت، الباوربوينت جنريت، تكتب له حاجه هو بقى يعمل لك الباوربوينت حاجه مذهله يعني، هو انا لسه بعمل. كونتكست بيلدر يقدر يكتب لك محتوى. ايديا جنريتور، مش لاقي افكار تفكر فيها في تقدر تديله بقى انت اديني افكار. فري ستايل، دي البنفت يعني اي موضوع ايه البنفت اللي هيحصل من وراه. انت عايز تعمل تقول لهم اعملوا مشروع، فبتقول له تقول له بقى ظبط لنا فكره مشروع حاجه زي كده. رايتنج برومت، يساعدك في الانتك في رايتنج برومت. التقارير تمام. هنا لو انت عايز تبعت ايميل للوالد او الاب الطالب، فبيديك ان انت تكتب ايميل مثلا انت عايز ايه، سكند فيدباك تو ادرس، سيرد فيدباك تو ادرس، ايه الافكار، وهو يبدا بقى يعمل لك الايميل. عايز بس تشتكي له وعايز تشكره وعايز تتعاون معاه اي موضوع انت عايزه هو يبدا انه يعمله لك. طيب الباوربوينت اهي، هتقول له بس ارتفيشال انتليجنس، يبدا هو بقى يكون الباوربوينت. هنا هيكتب لك بقى الكونتكست بيلدر، بدا يدينا ان انا احمل الباوربوينت. ثواني يتحمل وتلاقي ان هو شغال معاك باوربوينت جاهز خلصان كل حاجه. تقدر تقول له انيبل اديتنج عشان تقدر تعدل عليه. الباوربوينت موجود اهوت، تعريف بالاي اي، بعد كده التاريخ بتاعه، وبعد كده الابلكيشن، وبعد كده التكنولوجي، كل حاجه موجوده اهيت. باوربوينت محترمه 15 شريحه خلصانين. طيب يبقى احنا كده شفنا الباوربوينت. الكونتكست بيلدر كتبت له بس ذكاء صناعي راح عامل لي الكونتكست بيلدر اهوت. الاوديو جنريتور ممكن تقول له ابدا كون لي. هنا اي اي فري ستايل كانك تبع حره، ويبدا يكتبها لك. ريل وورد بنفيت، البنفيت رقم 1 و2 و3، يبدا يجيب لك كذا بنفيت. الريسيرش بروجكت جنريت، اسم المشروع، الوصف بتاعه، الاوت لاين، الماتيريال، وهم بقى الطلبه اللي بداوا يشتغلوا في المشروع ده. هنا البرومت جنريتور بدا يكتب لي كل حاجه عن الذكاء الصناعي. ده لو عايز تعمل بقى تقرير، فبتكتب بقى اسم الطالب وهو في سنه كام، كل الحاجات دي بتبدا تكتبها. فما شاء الله يعني مجموعه متكامله، بحيث ان انت تقدر تسهل على نفسك التدريس، وان هو يحضر لك الكورس ويحضر لك الماتيريال وكل حاجه. فبالتوفيق ان شاء الله.